شخص يرعى مال يتيم ويقوم عليه، وقد فتح شركات ومشاريع، ثم عين موظفين للشركة وعين نفسه مديرا لهذه الشركة. سؤاله: هل يجوز أن يأخذ مالا على عمله من مال اليتيم بصفته مديرا لهذه الشركة؟ يأخذ قدر خدمته، قدر ما يأخذ غيره، ولا يزيد على ذلك. ومن كان غنيا فليستعفف، يقول الله جل وعلا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. شوف، بالمعروف، من أجرة عمله أو كفايته، أيهما أقل؟ إن كان الأقل كفايته يأخذ كفايته، إن كان الأقل أجرته يأخذ أجرته. نعم.